اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم في الأفراح والأعياد. وبمناسبة رأس السنة الكردية، وزعت منظمة راشمال الزي الكردي القومي على أعضاء 4 منظمات من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة حلبجة. نحن في منظمة راشمال المهتمة بالتراث والثقافة الاجتماعية، منذ سنوات نهتم بالتراث القومي والزي الكردي، وخلال برامجنا هذا العام أعلنا قيامنا بإهداء الزي الكردي التراثي لبعض شرائح المجتمع، وبدأنا بأعضاء منظمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة السليمانية، وتم توفير وإهداء الزي لأعداد كبيرة، حيث وصل العدد إلى 1390 شخصا، وذلك بفضل وجهود أعضاء المنظمة الخيرين، وهم سند لنا في كل الأوقات. ومن دواعي سرورنا جئنا اليوم إلى مدينة حلبجة لتقديم وإهداء الزي الكردي لأعضاء 4 منظمات الذين دائما يجب الالتفات إليهم في المناسبات وكل الأوقات، من ذوي الاحتياجات الخاصة وثلاسيميا والمكفوفين مع مرضى الكلى. ونهدي اليوم 150 طقم زي الكردي لأعضاء هذه المنظمات من كلا الجنسين. منظمة راشمال استطاعت أن تشارك أعضاء هذه المنظمات في أفراحهم وأحزانهم في جميع المناسبات، وبذلنا ما في وسعنا لنضع البسمة على وجوههم، ويرتد زي الكردي التقليدي الجميل في المناسبات.